لقيته مفتوح وفي جثتين نايمين، اتنين نايمين ممددين، منهم فيهم واحد ايديه محروقه. فلما قالت له بص برضه ما رضاش يبص. وهي خلصت على كده الحلم. ماشي حبيبتي، قولي بقى يا صفية. بصي يا حبيبتي، اولا التمشية في المقابر ده تفقد اهل نفاق. تفقد اهل النفاق ليه؟ لان المنافقين لا يسمعوا ولا يروا، منافقين. ولكن المقصد في الحالة دي زي دي الدنيا اللي هم ماشيين فيها، دي فيها العايز فيها الكويس والوحش. هي شافت القبر منور، معنى كده ان في ناس على صلاح في حياتهم، ولكن هو لم يلتفت اليهم. تمام، دي نمره واحد. نمره اتنين، الناس الجثتين اللي على القبر دول والعياذ بالله دول ناس في ضيقه بسبب فتنه. فتنه في الاموال، لان اليد لما تكون محروقه اليد دي اصلا مناط اللي بتاخدي بيها الفلمال. بالظبط كده. فهو ما بصش ليه، احنا مش عارفين بقى هو اللي ادرى يعني هي ادرى ما بصش ليه، هل خايف يبص او ممكن يكون متسبب في شيء من ده. بصي احنا هناخد التانية ان هو متسبب في حاجة زي كده، فطبعا الرؤية دي خيركم من يوعظ في منامه. معنى كده ان لو انت تسببت في حاجة زي دي حاول تكفر عن ذنوبك بسرعة، او لو كنت تاخد اموال رجعها. بالظبط كده. مش كده، تكفير للذنوب سريع لازم طالما ماشيين في المقابر. مقابر ده اصلا غير انها زي ما قلنا اهل دار النفاق مش عارف ايه، لا المقابر دي برضو اللي هي الثواب العقاب. خلاص النهايه بقى. النهايه خطيرة. بس كده لازم نلحق قبل ما يحصل في الاول. مين معانا؟ معانا ام محمد. سلام عليكم.